قال الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي حميد شباط إن المغرب متشبث باسترجاع الصحراء الغربية، مضيفا أن مناطق الصحراء الشرقية ظلت تابعة للمغرب حتى عام 1952 ولا يمكنه أن يتخلى عنها. وأضاف شباط خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط أن المنظمة الدولية أبدت التعاطي مع المقترح الذي تقدم به المغرب، والذي مر بمراحل الجهوية المتقدمة ثم الجهوية الموسعة ولاحقا الحكم الذاتي. المغرب لا زال متشبث باسترجاع الصحراء الشرقيه، لان تندوف، كولومب الشار، القنازه، هذه مناطق اللي بقات تابعه للمغرب حتى 1952. يعني هذا، وكانت فرنسا تعتبر ان الجزائر هي فرنسا الثانيه، الدوزيام فرونسيس كانت هي الجزائر. اذا المعادن المتواجده في هذه المنطقه بقات فرنسا محتفظه بها من بعد الاستقلال. اذا هذا التاريخ لا يرحم. اذا احنا بالنسبه الينا المنتظم الدولي قرر في القضيه ديال لما قدم المغرب مقترح ديال الحكم الذاتي، وحنا بديناه من بعد دستور فتح يوليوز 2011 بالجهويه المتقدمه ثم الجهويه الموسعه ثم الحكم الذاتي بالنسبه للاقاليم الجنوبيه. الاخ السيد النائب وعضو اللجنه التنفيذيه لحزب الاستقلال الاخ حمدي ولد رشيد اللي هو عمده العيون، واللي جوج ديال الجهات اللي كاينين في الاقاليم الجنوبيه اللي هما الحمد لله رئاستهم لحزب الاستقلال. اذا واحد العمل تيتقام مهم جدا، التطور اللي عرفته العيون والداخله والسماره وبعض المناطق، وانتم تلاحظوه لانه انتم اقرب الى هذه المنطقه. وقال شباط ان تبادل الوفود بين موريتانيا والمغرب يعتبر حاله طبيعيه، مضيفا أن موريتانيا بذلت جهودا بشأن المفاوضات ودعمت الموقف المغربي ووقفت إلى جانبه. احنا بالنسبة إلينا هذا الوفود المتبادلة ما بين الجارتين هذا مسألة طبيعية وليس فيها أي تأثير أو أي فرض موقف من المواقف. كذلك المنطقة ديال الداخلة، جارة موريتانيا قدمت واحد العمل كبير في المفاوضات بالعاصمة الإسبانية مدريد، ودعمات الموقف المغربي، وقفات إلى جانبنا، لا يمكن أن ينكره الشعب المغربي ولا الحكومة المغربية. ولهذا احنا رحنا إخوة، وإلا كان شي مسائل بسيطة جدا هي في نفس العائلة وفي نفس الدار، دار واحد، هذا هو المهم بالنسبة إلينا. وحنا نتمنى أن دائما العلاقات تطد أكثر وتكون أحسن. وحنا لما تنشوفوا الأطور الآن، الاطر اللي متواجده لا داخل البرلمان ولا في الحكومه، ولا الاطر اللي عندها مؤسسات كبرى، كلها درست بالمغرب.